وفيك يا فندم الشغل؟ مش عارف. فيه يا اخوان؟ ايه صباح خير؟ مين اللي مات هجات؟ معلم زيناتي بيز الست صباح. ليه يا شيخ؟ ومات امتى؟ النهارده. بتعيط ليه هجات؟ شد حيلك. معلش يا صباح يا حبيبتي. انا كنت عايزه اقعد معاكي لغايه اخر العزم، بس اختي عيانه وعايزه اروح اطل عليها. شد حيلك يا اختي. شد على الله حبيبتي. شد حيلك يا قمر. ماشي يا خطيبي. شد حيلك يا صباح حبيبتي. ما قلبي عنك يا اختي. الحمد لله على السلامه يا بابا. الله يسلمك. روحي على البيت. انا هسبق. وهات ابراهيم يا عز. واجب برضه. ها بقال لله يا قمر. حياتك الباقيه يا معلم سالم. شفتيش النهارده المعلم سالم في البحر؟ ارموت. قولي لها الباقية في حياتك يا صباح. حياتك الباقية يا معلم سالم. بس طلعتي مثلا كسبتيني. مش سامعك يا معلم بتقول ايه على صوتك. لا ولا حاجة. بقاء لله. باقية في حياتك. فالحة قوي يا اختي. خلاص نفستي اللي في دماغك. كان لازم اعمل كده. وجع لي دماغي. لازم المه. عايز يتجوزني وانا مش عايزة. افهمه ازاي؟ وفهمتيه؟ هو كده بقى فهم. ماشي. فضي بقى الليله دي عشان انا الملح كل جتتي وعايزه اطلع استحمى. طب ما تطلع. الشقه فاضيه فوق. الشقه فاضيه فوق ولملنا الناس دي كلها. حاسه اني سمريت قوي يا صباح. الواد بودي فين؟ نزل من الاتوبيس وبيلعب على النصر. طب اطلعي يلا. حياتك الباقية. هو في ايه بالظبط يعني؟ هقول بعدين. حياتك الباقية غالية. ما تقسميش. هروح هرجع الواد سامي لوحدي. طول عمرك صاحبة واجب. حبيبتي يا الله. يا ست صباح لسه وصل لي خبر دلوقتي. بقال الله. حياتك الباقية. اتفضل اخوي. شد حيلك يا اختي. شد على الله. اتفضل اخوي. ملك يا وليد. متضايق قوي ست صباح. بس ضايقت امي في التليفون. ليه كده؟ ده الا الام دي البركه. العيش عندكم صعب قوي يا ست صباح. ده انا ما بيدخلش بطني لقمه بيتي خالص. يا عيني يا ابني. طب اسمع، في وليه غلبانه هنا بتطبخ في البيت، هعرفك عليها وتبقى تديها 20 جنيه يعني فوق ثمن الطبخ. 20 جنيه؟ ست صباح ده انا اخدقت مع امي كانت بتساوي المصاريف. ما عشان انت قافل دماغك ومش عايز تشغلها. مش انت مجتهد وشملول وبتحضر كل المحاضرات؟ وزمايلي بيستلفوا مني كشكول محاضرات كل يوم. لا ما يستلفوش. الكشكول ده لازمني. وحديك على كل محاضرة 20 جنيه. 20 جنيه؟ معقولة؟ وكل ما تجيب لي محاضرات أكتر هديك فلوس أكتر. وده بيحصل إزاي بقى يا ست صباح؟ ولا حاجة. هاخد منك المحاضرة نطبعها وننزلها في ملازم ونبيعها. بس الكلام ده بيني وبينك، ما تقولش لحد. أكيد أكيد. بس ممكن طلب صغير بس ست صباح من النبي؟ عيني. تسالي، مش عايزة تعرف أي حاجة عن الموضوع ده. لا ما انا عارفه مش هقول حاجه. انا فاهمه انت وابتسامك لازمين. امسك دي 100 جنيه عربون 5 محاضرات. مش انت قسم لغه عربيه بردك؟ ايوه. ايه والكشكول ده بقى صرف ولا ادب جاهلي؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله عليك يا ست صباح. ده انت عارفه كل حاجه. مش شغلتي يا ابن عمي. طبعا عارفه كل حاجه. ايوه صرف الصباح. مذاكره. ام ابتسام بتحبك. حماتك يعني. كل اكل هنا في المكتبه. ايوه حدي. كل بالهنا والشفا. صبريه خدي الكشكول ده اطبع منه 50 نسخه. الله. ازيك يا سليمان؟ ازيك يا معلم سالم؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بصحة والسلامة عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليك ان شاء الله يا معلم. بقول لك يا زمان. عمر يا معلم. انا عندي مشكلة كده وعايزك تحلها لي. ان
شاء الله خير. انا اخر فرين ملت الشقه واخد بالك انت؟ وبعدين عمالين بياكلوا في الورق، والورق ده اكل عيشنا وانت عارف. عارف اه. وبعدين انا مش عارف الفرين دي جت لي منين يا اخي، واللي انا اعرفه ان الفرين لونها فريني، الفرين دي بيضه، تكونش جت لي منين يا معقوله برضه يا معلم؟ ده انا كنت عالمها العافيه. ثم الفرن دي يعني مش فرن بيوت، دي فرن معامل وابحاث وفحوصات وكده يعني. الله، امال جت منين الفرن ده يا سلمان؟ يكونش الفرن اللي خدهم ابراهيم جوز بنتك يا معلم، جريوا منه في الشقه. لا يا شيخ، هو ابراهيم جه خد منك فرن؟ ايوه معلم، خد مني فرن كتير قد كده اهوت، وقالي ان هم رايحين لواحد صاحبه. حلو يا ابراهيم، حلو. طب بقول لك يا سلمان، انا عايزك تجهز لي 50 فار ابيض كده حلوين ومدملكين ويكونوا جعانين والنبي وحيات عينيك. ها انا يا معلم طلبك عندي ان شاء الله. طيب انا هبعت لك الواد ايدي خده، وانا في انتظاره باذن الله يا معلم. يلا ربنا يخليك يا معلم. تستنى يا معلم. رايت الله معلم. سلام، مع السلامه يا معلم. ايه ابن الكلب.